ولمتابعة تداعيات إغلاق المسجد الأقصى نرحب عبر الهاتف بالباحث في الشأن المقدسي الدكتور منصور سلامة. مساء الخير دكتور. يعني سلطات الاحتلال أعادت فتح المسجد الأقصى، ولكن هل كان إغلاقه قبل أيام ردا على العملية الاستشهادية التي حصلت، أم أن وراء الأكمة ما وراءها وأنها عملية أصلا مخططا لها؟ تسمعني دكتور؟ طيب نعم، أعيد لك السؤال. العملية الأمنية التي حصلت قبل أيام في القدس تبعها إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى، يعني برأيك هل فعلا عملية إغلاق المسجد كانت ردا على العملية الاستشهادية، أم أن وراء الأكمة ما وراءها وأن عملية إغلاق المسجد كان مخطط لها؟ هو لا شك، تحياتي لكم وتحياتي لفضائياتكم الغراء حقيقة ولكل مشاهدينكم ومستمعين. نؤكد ما زلنا نحن في الأرض المقدسة أن الحصار وأن الدمار وأن الأذى وأن الإجرام بدأ منذ فترة طويلة، وهناك مخطط ومشروع طويل حقيقة، ليس أن يقابله شيء حقيقة على الأرض إلا الثبات والصمود. ولكن من جراء ما يجري أن اليهود يستخدمون حقيقة، الصهاينة يستخدمون كل موقف ويضعون له قانون، وكل قانون يصنعون له موقف. ليس غريبا أبدا أن في خلدهم منذ شهر أبريل عام 2017، قبل 3 شهور وقبل 5 شهور، بلغت ذروة الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى المبارك بأشكال وبأعداد كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل. هذه لم تأتي من فراغ، هناك مخططات تدور ليل نهار. هم نخروا تحت المسجد الأقصى المبارك، حفروا الأنفاق، وضعوا كل السبل لإعادة السيطرة بطرق شتى. يذكرنا هذا حقيقة في يهودي قبل 1400 عام وقبل ذلك، عندما قيل لحيي بن أخطب كيف، ماذا تريد، وقد قد قميصه من أجل أن لا ينتفع به من ورائه مسلم. هؤلاء يسعون في الأرض خرابا ودمارا. لذلك ليست عملية أمنية هنا أو هناك، وأنا المعذرة قد أخالفكم الرأي، ليست عملية أمنية، هي دمار شامل على المنطقة. هو نقل، عندما وضعوا الحواجز التي وفق عمليات استلام، حاجز قلنديا ذاك الحاجز، حاجز الدمار، حاجز الشؤم الذي رددت به من قبل 3 جمعة حينما ذهبت كي أصلي في المسجد الأقصى المبارك، وأنا تجاوزت السن القانوني، ومع ذلك قرأت تلك المجرمة من على الكمبيوتر وقالت أنت ممنوع. كيف هذا الإجرام يجري؟ هذه البوابات الإلكترونية التي وضعت كانت هي سابقا قبل 3 أو 4 أو 5 كيلومترات، ولكنهم ضيقوا الخناق ب3 حواجز، بل ارتقت إلى 8 حواجز داخل المدينة المقدسة. الحاجز الخارجي هو حاجز قلنديا، فمن سكت عن هذا الحاجز قبل للأسف المحتل وأصبح يبحث عن حواجز أخرى. الآن نتحدث عن الحاجز الأخير، هو 8 على بوابات المساجد، على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وعلى الأسوار العتيقة، أسوار القدس القديمة في حواريها وفي سرادقها وفي مناطقها المتعددة. حقيقة إجرام، أيما إجرام. لذلك أنا أذكركم بالمادة القانونية من قرار حق العودة والتعويض وقرار أيضا التقسيم. هناك مادة تضمن، المادة 8 في هذا القرار، في قرار 181، تقول على أنه يحق بل أمر لازم لدخول المقدسات، الأراضي المقدسة، ب3 طرق: السكك الحديدية وأيضا الجو والبر. نعم. التطوري يا أختي الكريمة. نعم. ومع ذلك خالفوا كل مبادئ القانون. نعم. إذا نحن بما نطالب، لذلك أهيب بإخواننا الذين يصلون للمسجد الأقصى المبارك أن يكسروا هذه الأبواب ويدخلوا، ولكن لا يدخلوا عبر أرقام وهويات، هذا إجرام. فإن قبل
يعني فهي كارثة. نعم طيب دكتور، أود أن أيضا أن أعاقب على كلامك. يعني اليوم سلطات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى، ولكن هناك تخوف من أن تكون أو أن يكون ما حصل في الأيام الماضية هو بداية لمرحلة جديدة، مرحلة قد تشهد إجراءات لم يعهدها الشعب الفلسطيني. نعم، هو في الحقيقة أنا قلت أن الأذى ليس بمنع الصلاة فحسب، والله ما وراء هذا شيء أعظم بكثير. للأسف يذكرنا ذلك حينما قالت تلك المجرمة غولدا مائير، كانت حزينة في أول ليلة حينما حرق المسجد الأقصى المبارك بفعل مجرم روهان، ذاك الرجل الإسرائيلي اليهودي، وقالت كنت أخوف الناس على أن يدخلوا من كل الحدود على الكيان الصهيوني فيدمرون أولئك العرب المسلمين. ولكن اليوم الذي يلي عندما شهدت أبسط ردة فعل وضياع وتهميش، ماذا جرى؟ استمرأ ذلك وبقي. ولذلك عندما تكون ردة الفعل من قياداتنا، أو لنقل استغفر الله أن نقول قياداتنا، حكام أولئك الأمة العربية الذين والله ما زلت أقول اللهم لا تبارك لهم لا بأموالهم ولا بأوقاتهم ولا أبنائهم ولا بكل شيء فيما إذا أنفق في غير خدمة الأمة، في غير خدمة الأمة لا تبارك لهم. وكل الرايات نكشت والضياع كان عنوان ذبحوا شعوبهم حقيقة وأظلموا وضيعوا وأضعوا. وصلت الفكرة دكتور. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور منصور سلامة الباحث في الشأن المقدسي.